بالنسبة للملابس العيد في خاصة في مدينة القصرين وفي ولاية القصرين الأسعار خيالية وأسعار رهيبة. أول حاجة غياب الجودة والماركات المعروفة اللي بتواجد في جهات أخرى، وهذه نقطة سلبية في ولاية القصرين. وكيف كيف الأسعار حتى المتواجدة اللي تجي من دول أخرى عن طريق مسالك التهريب أو المسالك العادية غالية، وحتى الجودة بتاعها معناها بلغتنا العامية نقولوا صفر. ان شاء الله المواطن ينجم يزاز السيارات ولا يفرحهم. نتصور كيف ما نجمش بصراحه بالغلاء الموجود هذا وارتفاع الاسعار، حتى اسعار السوق الموازيه، حتى واحد ما بش ينجم اللي عنده ثلاثه واربعه في العائله مع مصاريف رمضان ومصاريف العيد. نتصور ما نجمش جابه العيد، وربي يقدر خير والناس كل تعيد ولاباس. اكيد وقيت نتاع اللبسه نتاع العيد، اما بصراحه في ظل الغلاء نتاع المعيشه وغلاء الاسعار خاصه في متعلق بالملابس، بصراحه خاصه احنا في القصرين لهنا لا نتمتعوا بتخفيضات ولا نتمتعوا بموسم نتاع تخفيضات، والعيد كيف كيف عود ما يكون مناسبه نتاع فرحه للصغيرات وللولي ولا معناها الوالدين، ولو معناها كل ما يجي فتره العيد الا وقلوبهم على يديهم. كيف كيف ما فماش برشا شواء لهنا، معناها ملزوم عليك تتعامل بالموجود، الكاليتي تبدا ماهيش متناسبه مع السوم، واسوام صراحه خياليه. قاعد نشوف للناس تخزر بعينها وتتعدى، فما بالك اللي ما في حالوش ولا اللي تعبوا ديجا مصروف رمضان. ربي يقدر خير وكاو. بالنسبه للسناء الاسوام غاليه برشا، معناتها ما تهونيش فلوسك على حاجه خايب، ما ثماش شواء والاسوام غاليه وخايبه خلاص. هكا هو ولينا نمشوا لسوسه ولا لتونس ولا صفاقس فيها الشواء، نشرو كسيوات لوليداتنا نهونوا عليهم سويردات بالغلا ولا بالرخص ونروحوا على رواحنا، اما ما ثماش شواء به خلاص الغلا والشواء. باش نتاع الصغار غالي بصفه غريبه في ولايه القصرين بصفه عامه، ثماش الشواء. بالنسبه زاده للحلو ثم اكتظاظ بصفه غريبه على لي غران سيرفاس، على الفرينه وعلى المواد الاوليه اللي يصنعوا بها الحلو. الحين غاليه لا مش موجوده، نحنا ناخذ ديما كل سلاسة الجزائر. العباد هذيك هي يعطيها ارخص حاجه ياخذها ما يروح بها الصغار وكهو. حاجات معناها انت وعدي سكت وكهو، لاني ما نجمش يوفق بين حاجتين مع بعضهم، مواد اساسيه ولبسه مع بعض، ولا ديما متخلي كيوفر مواد اساسيه تم مجهود كبير. بالنسبه للحوايج الاسوام ياسر غاليه، الملابس مغالينها كالزوالي، ما نجيبش باش ياخذ الملابس هذه غاليه بالطبيعه. اللي بالنسبه لهنا اللي ما عندوش ما نجيبش ياخذ. بالنسبه للعيد عملنا دوره في وسط البلاد، شفنا البوتيكات، فما زوز ولا ثلاثه بوتيكات نتاع صغار
شوا مش موجود الحق معناها باش ما نكذبش عليك، سينو حتى اذا كان فما حاجه غاليه على الاخر اسويم خياليه اسويم ماشي في المتناول حتى طرف كاو سينو نعمل على ربي ربي ان شاء الله. الاسعار السنه مقارنه بعامني اغلى من اغلى وعامني والاغلى من ولت عامني، والكل عام الاغلى معناها اسويم خياليه اللي هو قبل رمضان كنت اسويم عاديه جدا، وحتى في منتصف رمضان اسويم عاديه، ال 15 يوم الثانيه معناها الاسويم ولات الدوبل والتريبل كان لازم. هو متوفر اما غالي برشا برشا، واللي تسالوا عليه غالي يقول لك راهو الله غالب غالي خاطر ما فما حتى شيء متوفر. ومازلت العائلات باش تحافظ على نفس العادات والتقاليد، اي عاداتنا وتقاليدنا في الدار، ولا خاطر فما نقص في مواد الحلويات مالغري النقص وحتى الغلاء والكل، اما عاداتنا وتقاليدنا مازلنا شادين فيهم، وان شاء الله الحلو يتحل والفرحه تلم العبيد والعيد كيف ما هو ان شاء الله. يسر غالي يسر غالي عيد سنه يسر غالي. انا جات وما خديتش لصغاري العيد خاطر ما فماش شوا باهي بتخذي حاجه معناها حتى ما عندكش معناها الشوا مش باهي يسر غاليين الأسوام يسر مرتفعة. اي فما فما علاش معناها التنقل فما على على مستوى الشواء كهول على حتى نقص في الاسعار، نقص في الاسعار وتلقي شواء به والكل حتى كي تاخذي حاجه غاليه معناتها تبدا به يا مزيانه والكل لهنا ما فما حتى حاجه معناتها تعجب كل غلاوه كهو